هيبعت مسج لتليفوني لان تليفوني هو بيمثل خبر السواحل كمبدئيا، عرفت كيف؟ فانه المسج بوصلني والدي قرر يهاجر عن طريق البحر. فصرت أتخيل أنه لا سمح الله لو إجا يوم أنا وصحيت على نبأ أنه بابا غرق بالبحر ما في حدا ساعده، شو ممكن تكون حالتي؟ أكيد رح أكون مدمرة، رح أحس بالوجع 100% مثل ما بيحسوا هدول الناس بالبحر. فضلتني أفكر لحتى ما طلعت معي فكرة سمارت لايف جاكيت اللي هي سترة نجاة ذكية، أنه أنت لو لبستها ونزلت على البحر وتعرضت للخطر هي ممكن تجيب لك خفر السواحل، ممكن تحميك من سمك القرش، يعني ممكن تأمن لك وسيلة حماية تنقذك وتوصلك لبر الأمان. بالبداية أي فكرة ممكن تلاقي ناس تدعمها وناس ضدها. هلأ الناس اللي بالبداية اللي كانت معي أكيد كانوا بابا وماما وخالي، كان من الناس اللي كتير داعمين لإلي، ولا واستمري وحتى لو اترفضت اليوم ممكن بكرة تنقبلي بشركة تانية. بالمقابل كان في كتير ناس محبطان، وانت بدك تعملي فيست المي وبالأردن ما فيها مي، بدك تطلعي من المخيم لعمان ما ممكن ينظروا لك بنظرة تانية. مع كل هاي الأمور لا استمريت الحمد لله. هلا طموحي الاختراع، اكيد انا بحب هذا الاختراع يوصل لكل انسان، لكل شخص بهوى ركوب البحر، له تماس مع البحر، لحتى اقل ما فيها لما يطلع يكون مامن على حياته، يستطيع لو اي خطر تعرض له يوصل صوته او يوصل نبأه لخفر السواحل لتنقذه. ان شاء الله يا رب انه يوصل مو بس للاجئين، لكل شركات السياحه ولكل الرياضيين البحريين، ويعيشوا بخير وسلام. Don't move, please. Stop. Don't move.